سالي من البنات، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بغيت نقدم معكم هاد الحلوه الملكيه معلكه، كتجي رائعه. نتمنى تعجبكم وانتم مع المقادير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم عاليه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غنصوبوا معكم الملوزه الملكيه. عندنا 2 كيلو د كاوكاو مسلوق ومطحون بالسكر سنيده، 2 معالق د الزبده، 2 بيضات وخماره وروح الزهر. جوج معالق ناباج، دابا معلقة ديال جوج معالق ناباج، خمارة هاد الكاطو ولا ما تعليك ان شاء الله. وليد بنت عمتي هيا دابا كتعرفهم مزيان. هادي الملوزه ديالنا من بعد ما علكناها مزيان تتعلكات تندوزوها في الايفيلي، في الايفيلي تنديروا لها هاد لي فخوي، تيجي المنظر ديالها زويون. تنديروا لها هاد اللويم، تنديروا الخضر باش تسمى ملكيه. تنتمنى تعجبكم وانتم معنا بعد ما توجد ان شاء الله. بعد ما خرجناها من الفران الغريبه ديالنا، دابا كندهنوها بالنباج باش كتعطي بريو، وانتم معنا ان شاء الله بعد ما توجد البنات. من بعد ما وجدت الحلوه ديالنا، هذه هي الملكيه ديالنا الملوزه. كنتمنى تعجبكم، حنا الاعجاب ديالكم، وتوصلوا لي اكبر عدد من اللايكات والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. فضل الله ليس امرا، وشكرا لكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.